البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديد، غادي نصايب ان شاء الله بستايله وغادي نشاركها معكم ونتشارك معكم الطريقه ديالي البسيطه. دابا غندوزو المقادير اللي عندي. فيهم واحد الدجاجه كامله بالصدر بسميتو، حيد لها الجلده ديالها وغسلتها، وعندي طبزيره واحد جوج عويدات ديال القرفه، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، وشويه ديال سكنجبير، وشويه تاع الملحه، وواحد جوج بصلات كبارين، وغادي نزيد واحد شويه ديال سنيده من بعد، وغادي نزيدو شويه ديال القزبر ومعدنوس. المهم اول حاجه درت شلطت بجوج بصلات، ها هما. غادي نزيد عليهم شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت الروميه. البسطيله تاع الدجاج كما تعرفوا راه كاينين انواع ديال البسطيلات، وهذه هي الطريقه الاصليه ديال بسطيله الدجاج. غادي نديرو الدجاج ديالنا، قسمتها على ربعه وحيد ليها الجلده. ندير دابا الطبزيره ديالي، ندير واحد تقريبا نص معلقه تاع البزار، ندير واحد المعلقه تاع سكنجبير، ندير الخرطوم باش يعطينا اللون، عويدات ديال القرفه. الاحسن ديروا العود باش ما يديروش لكم، ما تولش المرقه شويه كحله، الا درتو القرفه غبره تتولي تكحل المرقه. صافي غنخليهم شويه يتشحروا، نزيد الربيع وشويه ديال سنيده، ودي ساعات نزيدو نمرقو عليها ونخلي الدجاج يطيب على خاطر. دابا غندير شويه ديال القزبر ومعدنوس. الى عندكم مربط حسن كان تشربيه تعرفوا المجموعه باش ما ت كان مربط ما تي يزلقش لكم حتى هو المرقه. انا ما عنديش، غادي ندير غير هذا مقرط. صافي غنزيد واحد جوج معالق كبار تاع سنيده، عندي هنا معلقه صغيره غادي ندير ربعها، صافي. دابا غنمرقو، ما تيحتاج شويه تشحر. غنخليو دابا يطيب على خاطر، منين غادي يطيب الدجاج غادي نهزو الدجاج ونخليو المريقه تعقد. المهم بنات هو الدجاج باقي تاتب، مره تنحل عليه وتنتقب الصدر باش يدخلو الطبزيره. صافي راه تقريبا طاب. صافي دابا ملي غيطيب ليا الدجاج غادي نصفيه وغادي نخلي سميتها المرقة تعقد راسها. ما بنات هاد الدجاج هو لقيته طاب، دابا غادي نصفيه نديرو بشي حاجة لي يبقي يتسطر.
نصفر بحال هكا. وهذيك المريقه راه غنخليوها هكا تتغمر ان شاء الله تتولي واقفه ما يبقاش فيها حس الماء كاع. صافي دابا المريقة غنخليوها حتى تختار مزيان ستوقف. و هاد الدجاج راه غادي تيبرد تا هو نجلس نفرتتو خصو يتقرد صغير مرتاول يعني تيبرد. و انا البنات عندي واحد الكيلو تاع اللوز شديتو راه سلقتو وفسختو ودابا غنخليه حتى هو تيتقطر مزيان وغادي نقليه حتى هو في الزيت صافي باش نطحنو حتى هو يكون واجد. وغنحتاجو البيض، البيض كاين اللي كيزيدو هنايا مع المرقة كيطيبو مع المرقة، حنا اللي كنشدوه كنسلقوه بوحدو وكنحكوه حتى هو. البنات هاهي هاديك المريقة بدات تختار ليا هنايا، غنبقاو كل ساعة حركو فيها باش متلصقش ليكم. بصا مازال توقف مزيان، نبقى نحرك فيها ان شاء الله حتى توقف مزيان. وهنا درت المقله بغيت نقلي فيها اللوز. صافي وانا تنحرك في الفرن تاهي باش ما تلصقش ليا بزاف خاصها اكثر من هكا. كاين تيبغي يزيد فيها شي شويه السمن، انا ما درتوش. صافي غنبقى غادي هكا تتوقف ليا يوم فعله ونكمل اللوز ديالي تا هو. البنات هاديك المريقة كيفاش خصها تكون هانتوما راه واقفة، هدا راهي لي دام لي بقى ديال الزيت فاش طيبنا وداكشي، خاصها تكون واقفة شتو هي باش كنبداو نسكر ما بين الطبقات هي هادي. صافي واللوز ديالنا هكا خصو يكون محمر وما تخليوش في المقله تيولي بهذا اللون، خصكم تحيدوه قبل باش يلا ملي تيبدا تيبرد تيبدا تيرجع ليه اللون ديالو. صافي انا قربت نسالي باش من بعد غادي نطحنو حتى هو ونسلق معايا البيض. من البنات كما تشوفوا انا وجدت حدايا كلشي داكشي اللي خاصني، هذاك البيض تقريبا تما 10 البيضات راه شديتهم حكيتهم سلقتهم وحكيتهم في الحكاكه، والدجاج ديالي اللي طيبت راه هو تما غطيتو قردو بالحق صغير قردو بالمقص، واللوز تا هو اللي حمرت معاكم راه هو تا هو طحنتو الطحين تديرو واحد الطحنه تتكون مطحونه مزيان والطحنه الاخرى تتكون شويه مفرشه، المهم على حساب نتوما كيبغيتوه شغل مفرشش ولا مطحون مزيان. وهنا ديك الضغميره اللي ديال الدجاج اللي سميتو اللي وقفات راه هي في ليدام ديالها، والقرفه وعندي السكر سنيده والزبده اللي بغات باش غادي نبدا تندهن. كنستعمل انا هاد الورقه تاع الكونجيلاتور. كيكون تاع 10 انا مشيت جبت هاد الزلافه فاش غادي نبدا تنعبر حيت بغيت نديرهم فرديين.
المهم انا غنعمر في هذا الليمون عندنا بالزبده. غادي نجيب واحد الورقه نحاول نديرها في الوسط. ندير اللوز هو الاول، كاين اللي تيفرقها تيدير كلها، ولكن هاديك اللي بغيتي ديريها الكبيرة تتفرقوها كل وحدة تديرو الطبقة تاع اللوز تديروا ورقة بيناتها بينها وبين الدجاج وتعودوا تديروا الدجاج وديروا ورقة واحدة أخرى بينها وبين اللوز، وعاد تاني ملي تبغيو ديروا البيض تديروا ورقة واحدة أخرى. ندير دابا شوية ديال القرفة، ندير شوية ديال سنيدة، الأحسن تخدموا بسنيدة حيت سنيدة هي اللي تتعلي كامل الداخل. ندير شوية ديال ندير شويه ديال الطغميره من فوق هذا الدجاج حتى تجي واقفه. ندير شويه ديال القرفه، شويه ديال سنيده صافي. ندير تاني الطبقة تحت البيض، ندير شوية ديال اليدين، شوية ديال السنيدة، شوية تاع القرفة، ديما تنفرقو بالقرفة والسنيدة. صافي ولخرت نعاود نزيد شويه ديال اللوز. صافي وغادي نجمع جمعت نسدي بالزبده حيت اصلا غادي نقلبها على هاد غنحطها على هاد لوجي، ماكلاش ندير لها دقيق لا. صافي وانا غادي كنجبد في الورقة باش تجيني مجموعة. صافي حتى تنجمع دابا تنحاول نكدها دابا و تتعاود في ورقة واحدة أخرى عاودو، أنا عندي كافية صافي. غنحطهم على حدايا في الطاو صافي، نبقى غادي هاكا
ديما تندهنو بالزبدة، ندير الرز، هي هاد العمارة اللي وجدت انا راه ديال وحدة كبيرة، الا كنتو غتصايبو وحدة كبيرة بحال هكا عندكم شي مناسبة ولا شي عراضة ولا سميتو، هادي العمارة ديال وحدة كبيرة تكون فيها كيلو تاع اللوز والدجاجة تكون كبيرة وعشرة ديال البيضات. الدجاج شوية طعمها شوية القرفة شوية عسل صافي والبيض شوية ليدان تاني شوية شطة القرفة سنيدة صافي ونختمو باللوز. إذا كنت غدير ورقة في وسط من ورقة سدو ديك الساعات بالطحين والماء. صافي من بعد ما نسالي ان شاء الله غادي ندخلهم للفرن غير يتحمروا ونخرجوا. اصلا انا كلشي داكشي اللي داخل راه طيب كنحاولو نكتب بحال هاك صافي وكنحطوهم في الطاوة نبقى غادي هاكا تنساليهم كاملين. المهم بنات انا من بعد ما ساليتهم شتو راه خرجوا ليا سبعة في نفس القياس وهادوك ثلاثة درتهم صغيورين على حساب وليدات الصغار بحال هاكا. المهم انا غادي نطيب اليوم غير هادو حيت كافينا، غادي ندهنوهم بالزبدة مزيان الفرن راه شعلتو تا هو درتو تقريبا على واحد 200 وشعلت الفوق والتحت باش يتحمرو من الفوق والتحت. صافي وين ندخلهم الفرن
تبان لينا تحمرات من الفوق ونخرج هذيك الساعه. صافي راه واجد صافي. المهم البنات من بعد ما خرجتهم من الفران هانتوما شتو كتيجيو. بديت انا كندير في السكر كلاصي شتو كتيجيو. هاهما انا درت هنايا غير هاد الصغيورين صافي. وتزين راه كيبقى حسب الذوق. ديرو شويه سكر كلاصي ولا القرفه ولا المهم نتوما واللي يعجبكم. صافي هكا كيكونوا. صافي وكنحطوهم بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله وتجربوه. المهم هذه راه الطريقه المعروفه ديال البصيله اللي كلشي كان كيديروها في زمان. دابا راه ولاو فيها اشكال وانواع المهم كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتجربوا الطريقه باش خدمتها انايا. كنتمنى تنال اعجابكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. بسلامه عليكم.